مجموعة الرحاب للتجارة والصناعة، الرحاب للصلب. تأسست الشركة عام 1979، وفي عام 1990 بدأت الشركة خطواتها الأولى في صناعة الحد، حيث أنشئ مصنع الإخلاص للضفرة في أليوم. وأقامت الشركة واحداً من أكبر منافذ التخزين والتوزيع في منطقة أليوم، بسعة تخزينية تتجاوز 130 ألف طن. ولعزمنا على تقديم الحلول المتنوعة من الصلب لعملائنا، أنشأنا الرحاب للتجارة والصناعة، لتجارة واستيراد وتوزيع وتسويق الحديد بجميع أنواعه، سواء المحلي أو المستورد. مصنع عنتر ستيل للضرفلة على الساخن بمدينة السادات، حيث ينتج المصنع الزوايا والقمر والخوص والمربعات والمبروم بالمقاسات المختلفة، بسعة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 250 ألف طن سنوياً عند التشغيل الكامل لخطوط الإنتاج. مصنع جلوبال ستيل بمدينة السادس من أكتوبر، لصناعة المواسير والعلب المعدنية، بسعة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 150 ألف طن سنوياً عند التشغيل الكامل لخطوط الإنتاج. الاستثمار في مواردنا البشرية هو أهم استثماراتنا لتقديم الدعم الكامل لعملائنا. هدفنا الوصول للصدارة في صناعة الصلب وتغطيه أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط. شعارنا هو الجودة، التميز، المصداقية والالتزام.